اعتاد التفاخر بمهامه. ممثل إسرائيلي شهير يتعرض لإصابة خطيرة في غزة. اعتاد متابعو الممثل والمغني الإسرائيلي الشهير عيدن أمدي متابعة مقاطع يوثق فيها عمليات القصف والتدمير بقطاع غزة، حتى تفاجأوا بالإعلان عن تعرضه لإصابة خطيرة أثناء عمليات قتالية في القطاع. وكان الممثل الإسرائيلي أعلن في شهر أكتوبر الماضي عن استدعائه للانضمام إلى قوات الاحتياط التي اجتاحت قطاع غزة ضمن قطاع الهندسة، وكثيراً ما ظل يتفاخر بمهامه القتالية. بدأت شهرة عيدن أمدي عبر مسلسل فوضى الذي عرضته منصة نتفليكس عام 2016، ويحكي قصة مطاردة وحدة خاصة إسرائيلية لمسلح فلسطيني، وقد انضم معه مشاركون آخرون في العمل الدرامي إلى قوات الاحتياط الإسرائيلية عقب عملية 7 أكتوبر. ومع الإعلان عن إجراء عملية جراحية بشكل عاجل له، عاد ناشطون نشر أحد أشهر مقاطع أمدي في غزة، حيث ظهر في شهر نوفمبر الماضي يعد تنازلياً قبل انفجار مبنى في القطاع متوعداً بمزيد من الانتقام، ثم استمر بنشر مقاطع أخرى حتى تعرض للإصابة الخطيرة.